إطار العمل على إعادة تدوير الورق من الكمامة والاستفادة منه، أقامت بلدية إيسنلار بإسطنبول مؤتمراً للتعريف بهذا المشروع الإبداعي برعاية رئيس البلدية محمد توفيق جوكسو وبحضور وزير الطاقة والتكنولوجيا السيد نهات أرجون والعديد من الأكاديميين والمهتمين بهذا الشأن. إن بلدية إيسنلار تقوم بعمل رائع اليوم، وهو تدوير الورق إلى كراسات يستفيد منها الطلبة، ليس ذاك وحسب، ولكن بدون دفع أي مصروفات، بالإضافة إلى أنه مشروع يهدف إلى المحافظة على البيئة الخضراء. المشروع الفريد من نوعه الذي تحتضنه البلدية يهدف إلى تسليم تلاميذ المرحلة الابتدائية 400 كراسة بدون مقابل عن طريق تدوير الورق الموجود في الكمامة وإعادة تصنيعه مرة أخرى في إطار رعاية البلدية لتلاميذ تلك المرحلة وتشجيع الأهالي على المساهمة في تلك المشاريع عبر إحضار الأوراق والكتب القادمة لإعادة تصنيعها مرة أخرى. هذه الكراسات التي أحملها بين يدي هي تلك الدفاتر التي أعيد تصنيعها وتدويرها من القمامة، ونحن كبلدية قمنا بدورنا بتوزيع 400 دفتر على الطلاب للاستفادة بها. الكتب تعطيها الدولة ونحن نعطي الدفاتر للتلاميذ من غير مقابل. ويرى مختصون أن هناك بعض الدول تهدر مليار دولار سنويا بسبب رمي الكتب الدراسية في القمامة نهاية العام الدراسي. لذا كشف رئيس البلدية محمد توفيق جوكسو لبرنامج الألوان السبع عن مشروع جديد، وهو مبادرة تجميع الكتب عند نهاية كل فصل دراسي عبر مراكز التبرع المخصصة في المدارس، لتتم بعد ذلك إعادة تصنيعها وتقديمها للطلاب عند بداية الفصل الدراسي التالي. مشروع يهدف إلى غرس حب المشاركة وتوعية الطلاب بأهمية الكتاب لترسيخ ثقافة العناية بالبيئة والمحافظة عليها. لبرنامج الألوان السبع رامي عبد العال، اسطنبول.